أهلا وسهلا، السلام عليكم. كما جرت العادة، بعد ما كان نوض في الصباح هذه كنحاول نخرج برا، نمشي للغابة، للطبيعة، يعني في ما كاين شي طبيعة ولا شي بلاصة هادئة نتوجه لها باش ندوز واحد الوقيتة. خاصة تنبغي نمارس شوية ديال المشي، لأنه يعني كينفع بزاف للذات ديالنا. البديل هذه خدتها من يعني من مدة طويلة، وخصوصا الآن كنت قضيت واحد 3 شهور في البلاد ديالي في المغرب، ومن بعد الرجوع لهنا لبرشلونة أول شيء يعني خطر في البال ديالي هو أنني نبدأ الممارسة ديال الرياضة، وكتعجبني دائما نمارس الرياضة في الطبيعة. فالمحل يعني المكان اللي كنسكن فيه هو قريب للغابة، ويعني مجرد نمشي واحد شوية نوصلو، كنحاول نقضي فيه شي أوقات جميلة، يعني كنشعر بالهدوء ونشعر بالراحة، كنسترجع الأنفاس ديالي. وتما كنتساءل مع نفسي وكنحاول يعني نصلح الأخطاء ونراجع المشاكل اللي عندي في الحياة ديالي، لأن هذه الفرصة الوحيدة اللي كنلقى بعد ما تنكون بوحدي. تنقدر نعاوم يعني نتساءل مع نفسي ونراجع النفس ديالي وكل الأمور اللي عملتها. أنا كنفكر كتعجبني الطبيعة من منذ مني كنت صغير، يعني من الطفولة وأنا مولع بالطبيعة، دائما تنخرج لها. وكما كنت في أيام الدراسة كنقضي فيها أوقات كتيرة، تدي معي الكتب ديالي ويعني الدروس والتمارين اللي غادي نوجد واللي كيطلبني تيطلبنا من الأستاذ ديالنا في ذاك الوقت. فدايما كان كتجيني النشوة في الطبيعة ملي كنبغي نحفظ شي دروس أو نجاوب على شي أسئلة تعطو من الأستاذ. فكنختار المكان ديال يعني ديال فيه الهدوء، وما كاين ما أحسن من الغابة ومن الطبيعة، وخاصة تكون خارج المدينة اللي طبعا غالبا تكون فيها الصداع وتكون فيها الضوضاء والمشاكل. فانا هذا الشيء كله كنحاول نهرب منه. كذلك في ايامات كنت نمارس الرياضه، فكنت كنتعاطى الرياضه ديال الجري، العدو الريفي، مع الجمعيه السنويه، كنت مخارط معها وكنشارك في عده سباقات على الصعيد الوطني والخارجي كذلك. وكانت عندي رغبه دائما انني تدرب خاصة بوحدي في الطبيعة، بالإضافة لأنني كنت أتدرب مع الفريق ديالي في الملعب ديال الجمعية السنوية، من الملعب البلدي آنذاك. ولكني بالإضافة لهذا كنت أتناول تمارين إضافية على حسابي بوحدي، تنخرج للطبيعة وكنجري تما وكنستنشق الهواء. يعني تقريبا كنقضي ساعات كثيرة، وخصوصا من بعد ما انتهيت من الدراسة، يعني خرجت من الدراسة وبديت نحاول نقلب على العمل والخدمة وهذه، وفي الأوقات ولات عندي الأوقات فارغة بزاف. في هذا الوقت هذا كنت كنمشي يعني كنمشي نخرج على المدينة، وكنمشي لبلاصة فيها الطبيعة. فمثلا مثلا عندنا الولجة، عندنا المعمورة، عندنا الشاطئ ديال سلا، هادو هما الأغلبية ديال الأماكن اللي كنت نمشي لها، وكنمشي لها دايما تقريبا بوحدي. فتما كنت كنتمرن وكان يعني كنحاول نبدل عليا الروتين ديال الدار وديال الحومة وديال الزنقات وأشياء كتيرة. المهم رغم أن السنين دازت، فبعد ما خرجت لهنا للخارج يعني في الهجرة واستأنفت العمل ديالي وهذه، فبقات هذيك الرغبة دايما معايا، جبتها معايا يعني من المغرب. فدايما البلاصة اللي كنسكن فيها كنحاول نقلب على شي مناطق خاوية وطبيعية تكون فيها الطبيعة، يعني مثل الغابات، الحقول، المزارع. يعني اي بلاصه صدفتها تكون خاويه هذه كانت يعني هذاك هو المكان ديالي الخاص، كنحاول نمشي له ونقضي فيه سويعات يعني. وبعض الاوقات الا كنت غنقضي شي اوقات كثيره كنت معي البوكاديو،
وشي قلعة ديال الماء، وتما كنتناولها يعني وكندوز وكذا غير بوحدي، مع يعني ما كيخاطبني حتى حد، ما تيتكلم مع حد، كنتسائل غير مع نفسي، كنجاوب مع نفسي. وبقات الفكرة دائما مستمرة في الحياة ديالي لغاية اليوم. يعني دابا هادي واحد اليومين باش جيت من المغرب، وهادي أول شيء خطر في البال ديالي هو أني نخرج لهاد الطبيعة. والحمد لله الآن بما أن الإمكانيات، عندي الوقت الكافي، لأنني يعني متقاعد، ويعني ما عنديش العراقيل بسبب الدراسة أو العمل، فكنقضي وقتي دائما في هذه الطبيعة، وكنتمشى بزاف، لأن في المشي كنلقى الراحة ديالي. وكما كتلاحظوا يعني الطبيعة هي بوحدها كتكلم على راسها، وخصوصا كيعجبني ثاني كذلك الأصوات ديال العصافير، شيء جميل يعني، كنحس بواحد متعة كبيرة. هذا بيا أن البلاصة اللي كنبغي نمشي لها دائما تنبغي نشوف بحال الطبيعة دي، يعني تنبغيش أنا هذاك الازدحام الناس والدخول في المدينة ويعني في الأسواق وفي الشيء كله. أنا بالنسبة لي ما بقاش كيدخل لي في الراس. الشيء الوحيد اللي كيعجبني هي الطبيعة، لأن الطبيعة فيها كنوجد الراحة دي الشاملة، وفي نفس الوقت كتوحي لي أشياء كثيرة وكتقربني للخالق. كنشعر بالقدرة الإلهية سبحانه وتعالى، لأن شيء عظيم كتشوف الطبيعة كيبان لك قدرة الله سبحانه وتعالى والعجائب والحكمة وأشياء كثيرة اللي كتعطيك نظرة شاملة على الكون وعلى كيفاش خلق الله هذا العالم، وكيفاش يعني بغى يعيش، بغى يعيش حر، بغى يعيش يعني مستقر في حياته ومنظم الأوقات دياله كما أن الله سبحانه وتعالى هو كذلك، أي حاجة عملها إلا وعملها بنظام. وهكذا خصنا يعني ناخذ هذه القدوة دي الإلهية سبحانه وتعالى. على كل حال هذه الطبيعة يعني مرات أخرى إن شاء الله في الفيديوهات الجاية نحاول كيفاش نديروا فيديوهات على مناطق أخرى إن شاء الله.